إن التشبت القوي للحكومة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي تعكسه التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية من أجل توفير الشروط الضرورية لإخلال سلم اجتماعي حقيقي عبر هيكلة نموذج حديث للحوار الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الأساسيين وضمان حكامته وتكامله الوظيفي فضلا عن الحرص على التقائيته مع مستلزمات تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين. وهو الأمر الذي نجحت الحكومة في تحقيقه منذ الأشهر الأولى لولايتها من خلال وضع تصور جديد وشامل لمؤسسة الحوار الاجتماعي كثمرة لعمل توافقي بفضل الانخراط الإيجابي والمجهودات المقتدرة التي بذلتها كل أطراف هذا الحوار ممثلة في المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين.